بالمناسبه خصني نعدل واحد النقطه اللي هي مهمه. هاد اللاعبين راه كيلعبوا وهما مازال ما تقاضاوش الاجور ديالهم الشهريات ديالهم لي بريم ديالهم وما كيهضروش وكيضحيو من اجل الفريق، ولكن هذا الى متى؟ هذا سؤال اطرحه. يشهدوا هادو وليد عندهم عائلات عندهم الاخر الله يكون في العون. راه انا غنقول لكم واحد النقطه واقسم لكم بالله العلي العظيم الجمهور اللي جا حتى بالغدا ما تغداش، جات الدوخة قال لي ما قدرتش ندرب. كيفاش حنا كنعملوا في عالم الاحتراف وكاين الجمهور عنده نقص في التغذيه، كيفاش غنخدموا؟ وانتم كتشوفوا لي جمهور التركيبه البشريه انتم شفتوا، جبنا لي جمهور ما عندهمش ما عدلوش الاستعدادات ديالهم، كانت نقصهم التنافسيه راه كنموتوا راه كنتقاتلوا من هنا ومن هنا وكندخلوا من هنا. الحمد لله ربي كيوفقنا، وراه انتم كنتوا ما لعبناش مع فرق ما عمرنا لعبنا مع شي فرقه سهله، حتى شي مباراه انتم اللي دوزتنا تسعه ديال المباريات فين هذه المباراه اللي سهله؟ هاد اللعابة راه غيعياو وكيبذلوا واحد المجهود كبير، ولكن خصهم باش لي ريكومبونس في الحياة في ليجيان دو في ديالهم. باش غيديروا؟ حنا كندربوا كنعطيوهم في التغذية وفي الراحة الذهنية، راه اللاعب خصو يكون مرتاح، ما خصوش يهضر على الجانب المادي. حشومة وحرام وعار بأننا نهضروا على الجانب المادي. هنا أنا أناشد المسؤولين باش انهم حتى هما ينظروا لهاد الوليدات، هادو راه وليداتنا وهادو ولاد الشعب ولادنا، هادو اكبادنا تمشي على الارض. الله يرحم الوالدين، راه خصهم يشوفوا من الحال ديال الجمهور. هادو راه ماشي شي واحد ماشي مشي بلانيت اخرى، هادو دي جمهور اللي كيدافعوا على الالوان ديال فريق المغرب التطواني ومشكور. والان انا كنقول هاد الجمهور بالنسبه لي راه ابطال، راه سون دي شامبيون بالنسبه، راه فازوا بالبطوله مثلا.